الخير، يعني نحن الآن في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. المتظاهرون هنا متواجدون منذ ليلة أمس، قد افترشوا الطرقات منذ ليلة أمس بانتظار بدء فعاليات هذا التظاهر هنا في ساحة التحرير، وربما قد يكون كما فعلوا في الأسبوع الماضي بالعبور إلى باتجاه من الرصافة باتجاه الكرخ من جسر الجمهورية أو جسر سنك المغلقة منذ يوم أمس بحواجز كونكريتية كما تظهر الآن خلفي في الصورة، إن كانت تبان قليلا. يعني هذا هو المشهد لجسر الجمهورية المؤدي من ساحة التحرير باتجاه كرادة مريم وبوابة التشريع المؤدية إلى مدخل المنطقة الخضراء. يعني بيستون، دعني أتحدث مع المتظاهرين هنا المتواجدين في ساحة التحرير منذ ليلة أمس لنعرف ما هي مطالبهم وما هو تواجدهم هنا. السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء حياكم الله. يعني عندنا تقريبا 1000 قناة، مع الأسف يعني بس قناتكم اللي اليوم شرفتنا للتحرير. يعني 1000 قناة، هاي المظاهرات بها إنقاذ بلد. إحنا الأحزاب أكلتنا او نحكي العدله، يعني هذا خاقان اللي خلوه مكان سليماني بس اجى هنا الخضراء، الفصائل المسلحه كلها دخلوها داخل الخضراء، لان عندنا اخواتنا وولد عمنا يداومون داخل الخضراء. يعني خابرونا تليفونيا قالوا الفصائل المسلحه كلها داخل الخضراء للامانه، والجيش الداخليه والدفاع خلوهم بس خلي خدمك. احنا بالنسبه انتحاريه، احنا عندنا قضيه السيد مقتل، السيد مقتل خدامك، واحنا بالنسبه امانه الله واهل البيت. يعني هسه لو سيد مقتدى يقول طبوا عليهم، يعني ماكو، يعني بس مات الطريق، حتى لو تكلف ارواحنا عندنا عاديه، متعودين احنا على الموت. فقلنا بس انت تحلها وتعقد المحلول، اظن حقها السوالف فيك يفتخرا، شرح الايه واضح، فسر الكلمات، بس اصبن عليها هن يتفسرا، ارسلنا اليهم كذبوا الاثنين، عززنا بثالث مقتدى قصدا. ما عندنا غير الله وسيد مقتدى، سيد مقتدى الحال كله يمك. احنا بالنسبه للاحزاب، الاحزاب مستعده وجاي تهدد بالشعب، وهذا الشعب يعني تعب من كل الجهات، واحنا بعد الحكي كله يم سيد مقتدى، واحنا خدام السيد مقتدى. حجينا يعني مطالبكم اليوم بوجودكم هنا بالساحه. انا اول شيء السلام عليكم على قناتكم الشريفه النبيله، اسال الله يحفظكم بحق محمد والي محمد. أني هذا أريد أذب عقالي على الله، على الله يخلصنا من الفاسدين. هاي هيك يخلون بيناتنا صبات بالقرنين، خلى بين ذولا جوج وما جوج، زبر من حديد، والله لا يخلون زبر من حديد نطلعهم، والله هاي الصبات ما تلزمنا. ليش هيك والله لا نطلعكم، انتوا وامريكاكم ذولا جابوكم على الدبابه. يا الله خلص من هالزمره الفاسده. يا الله هم ويران، وكل واحد اكو ابو بيت ما يحمي بيته، جاره يجي عليه يكفخ بلده ويباح عليهم. ليش تركيا ماخذه اراضينا؟ ليش تركيا تضربنا؟ ليش ايران متدخله بينا؟ عمي عفونا، سايم عليكم الله ومحمد، بس هو وينكم مجوسي حن على عربي؟ الله لا يوفقكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، عليكم حساسه. كافي بوك، ما شبعتوا وكم عيب، استحوا على نفسكم ولكم، والله صارت عندكم فلل. شوفونا انا معوق باوع وجيت ساحة التحرير، غيرتي جابتني والله، حسبي الله ونعم الوكيل. بل لم تستحي افعل ما شئت. هم مع الاسف يحكي طلع رجله مقطومه، اجى ساحة التحرير. هم الساسه ال 330 سياسي، نقطه هاي نقطه شوفها، ذبها على الرمل، اذا ذبها على الرمل تلم مثل لما تقولوا لهم قواويد ما يستحون، تقوم انتم ما عندكم اصل، تقوم انتم تبعيه، تقوم انتم نغوله، شو يقولوا لهم؟ عجز القلم واللسان وياهم. بس انا شو اقول؟ اقول بحظكم وبختكم، هم ما عندهم حظ وبخت، بس لاخوتي بحظكم. اكو حكومه تشكل بالصبات، كم كانت تسوي له مجال؟ اكو حكومه عراقيه تشكل بالصبات الكونكريتيه؟ لا يا انغول قليل بحق مع احتراماتي السامعين، بشرفك بناموسكم انت يا شعب،
يبدلون جعفر الصدر، يبدل جعفر الصدر بالهذا بالسوداني. شنو التنقل هذا؟ مرفوض محمد. اليوم انتم شنو مطالبكم بالضبط؟ احنا مطالبنا الامان. اللي يريده سيد مقتدى، اللي يريده سيد مقتدى. احنا جايين ها اها هاي اكفان اكفان، الله شاهد وتربنا جاي بها ويعني زين. احنا رايدين شهاده سيد مقتدى. اليوم الامام الحسين لا يقول خرجت لا اشرا ولا بطرا. سيد مقتدى طالب بالاصلاح. اخي احنا رايدين الاصلاح. معقول هسه انتم يا اعلاميين، عمي يا اعلاميين، بحظك ببختك، انتم شايفين اكو امان؟ لا كامان، لا خدمات، يا كل لا بطاله. هسه ايش جاي يسولفون لك؟ دا يقولون يوميه طلاق النساء بحدود ال 175 مره تتطلق بالعراق. شنو السبب؟ البطالة عمي، العالم ما عندها، العالم ما عندها. هاي الاحزاب يا الاحزاب عمي دا اقول لك يا راح اعيدها مرتين. نقطة ذبها عرموا مو عصبة، عرموا البيت اللي عمي ناس مغولة. وصلت الرسالة، شكرا لك. السلام عليكم. احكي لي مطالبكم اليوم شنو تريدون بالضبط؟ اليوم احنا السيد قالوا طلعوا، هاي طلعنا. السيد يقول لنا موتوا نموت، يقول لنا عدلوا نعدل. احنا ويا السيد وياك انا وياك للموت. بيناتنا العباس منعوفك دقيقة، بيناتنا العباس انا وعائلتي وابوي وعمامي كلهم يروحوا لك فدوة. السيد ابو هاشم احنا وياك واحنا رقبنا قدامك، يعني خلصنا من هاي المشكلة. هاي المشكلة انت عندك مو صعبة، بس عشرنا بس قل لنا طبوا. وعقوة الحسين الخضراء تسوي تراب، وعقوة الحسين الخضراء تسوي تراب. ابو هاشم الك وعقاد الله، واحنا روحنا الك الفداء، روحنا الك الفداء. تعبنا والله تعبنا. شاتي يا ولك ابو هاشم، انت شيخي وانت عقالي وعقوة الحسين. انت ما اسميك انت ابو هاشم، وبعد على الله وعليك، واحنا كل احنا وياك وللموت. وخلي يشهدون وباع، ما نخاف، احنا ما نخاف من الموت وما نهاب الموت. احنا ولد محمد الصدر ونبقى ولد محمد الصدر. لا المالكي لا الاطار لا قيس الخزعلي لا العصاب، كلها ادوسها بالنعال ولي يحشون. لك نعم بيستون، يعني هكذا يتحدث المتظاهرون المتواجدون هنا في ساحة التحرير منذ ليلة أمس بانتظار بدء استعداداتهم لبدء التظاهرات بشكل أكبر من هذا العدد بعد يعني توافد العشرات الآن إلى هذه الساحة. نعم يعني حتى الآن يتواجد العشرات من المتظاهرين، ربما المئات يعني يتوافدون الآن إلى ساحة التحرير. هناك يعني دعوة في الساعة 10 من صباح هذا اليوم ستنطلق هذه التظاهرات بهزافاتها بلافتاتها برفع الأعلام العراقية والشعارات وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كذلك هنا في ساحة التحرير. يعني ها هي الأعداد يعني أمامك كما تظهر الآن في الصورة من بداية القطع لجسر الجمهورية بالحواجز الكونكريتية، يرفعون بعض الشعارات المطالبة بالإصلاح وكذلك بمحاسبة الفاسدين. يعني ها هي الشعارات، أبرز الشعارات هنا في ساحة التحرير. هذه الصورة الآن يعني واضحة للحواجز الكونكريتية التي قطع فيها جسر الجمهورية المؤدي من ساحة التحرير باتجاه بوابة المنطقة الخضراء وهي بوابة التشريع القريبة من مجلس النواب العراقي. الصورة الآن تتحدث أكثر يعني بيستون بانتظار ربما الساعة 10 سيكون هناك أعداد أكبر للمتظاهرين في الساحة لبدء التظاهرات وبدء الفعاليات المرسومة لتلك التظاهرات.